هل إيران أخبرت أمريكا بميعاد الهجوم وشكل الهجوم وبعد كده أمريكا أخطرت إسرائيل؟ أيوة. مين اللي قال كده؟ CNN. CNN امبارح استضافوا محلل عسكري وهو الجنرال المتقاعد اسمه سيدريك ليتون. سيدريك ليتون فجر مفاجأة من العيار الثقيل وقعد يحلل امبارح ازاي ايران، بالك بقى من الكلام ده عشان الكلام ده مهم، ازاي ايران كلمت تركيا قبل ما تقوم بالهجوم وقالت لها تركيا احنا والله هننفذ هجوم على اسرائيل الساعة الفلانية، بس ما قالوش تفاصيل كتير للاتراك، بس هم نقلوا للاتراك موعد الهجوم وده كان اهم ما في المكالمة بين ايران وتركيا. طيب هل تعتقد ان تركيا ما بلغتش امريكا؟ انا عاوز اقول لك ان ممكن يكون الامريكان كانوا موجودين في المكالمه اصلا. ليه؟ سبب بسيط، ان اولا تركيا دي عضو في حلف الناتو والاطراف كلموا الامريكان على طول قالوا لهم الميعاد والساعه والتاريخ وكل حاجه، وبطبيعه الحال امريكا كلمت اسرائيل واعدوا لدفاع كبير جدا. خلي بالك زي ما هو اكبر هجوم بمسيرات في التاريخ على دوله، زي ما هو اكبر دفاع منظم بين دول تجاه الهجوم ده. يعني لازم حضرتك تعرف ان ما كانش دفاعات الجوية الاسرائيلية بس، لا ده كان دفاع كبير جدا. طيب حاجة تانية، هل ايران ابلغت دول قبل ما تقوم بالهجوم؟